بهدف الوقوف والتعرف على سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام والتي تشرف عليها الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس، قام كل من وزير التعليم العالي البحث والابتكار الدكتور دافيد أودينغار ووزير التربية الوطنية وترقية المواطنة السيد أبو بكر الصديق شروما ولفد المرافق لهما قاموا بزيارة لمقر الهيئة بحي قاسي للتعرف على مجريات سير العمل. قمنا بجولة لإدارة الامتحانات ورأينا كيف تصل أوراق التلاميذ من مختلف مراكز الامتحانات في أنحاء البلاد، وقد وصلت كل هذه الأوراق شهدنا ذلك. أما الزيارة الثانية فكانت للوزيرين في مركز ثانوية ابن سينا الذي يصحح فيها أوراق الممتحنين للشهادة الثانوية في كل المساقات بالقسمين العربي والفرنسي. أتينا هنا إلى هذا المركز لنرى كيف تجرى عملية التصحيح. عملية التصحيح كما تعلمون تأتي الأوراق كما لاحظنا ثم تصحح ثم يعاد تصحيحها مرة أخرى، إذن الامتحانات نزيهة وتؤخذ بجدية من قبل المدرسين. أنتهز هذه المناسبة لأن أتوجه إلى الجميع بجزيل الشكر باسم الحكومة وباسم وزارتي التربية والتعليم وترقية المواطنة ووزارة التعليم العالي. ونشير إلى أن عملية تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام يشارك فيها 2400 مصحح من بينهم 600 مدقق تم توزيعهم في مختلف اللجان المتخصصة، وتستمر العملية 6 أيام على التوالي، ومن ثم تبدأ عملية رصد الدرجات في محضر الامتحانات.